أحمد كمان تشكي علي والله يا أخي صار شيء أحمد وين بالنسبة للمشاركة ديال المنتخب الوطني لألعاب قوى كنعتبر بأن نتائج جيدة فيها بعض النقاط اللي هي ما كنعتبروهاش أنها سلبية ولكن عطتنا واحد المؤشر ديال يعني الأمور اللي خصنا نوقفوا عليها باش يمكن لنا أن نستعدوا مستقبلا للألعاب الأولمبية. بالنسبة للنتائج ديال فاطمة الزهراء قردادي في سباق الماراثون كان كل صراحة يعني عطانا واحد الفرحة واحد يعني واحد كما تنقول واحد طبع خاص بحكم أن أول عداءة مغربية اللي كتوصل لميزة التشويج في الماراثون هذا غادي يبقى في التاريخ. طريقة باش أنها توصل لميزة التشويج خدت السباق بواحد الرزانة بواحد النهج تكتيكي خاص اللي باش يمكن لها انها تحسم مع ضمن الثلاث الاوائل في الامطار الاخيره. نعم بطبيعه الحال لا هو بطبيعه الحال اعطيناها تعليمات على اساس انها ما تسيرش الايقاع ديال احنا كنا كنعرفوا مسبقا الطريقه اللي كيجريو بها الكينيات والاثيوبيات وهو تغيير الايقاع غادي اعطينا التعليمات في الاول بانه يعني تريت وبان غيكون تغيير ديال الايقاعات حتى ولو انهم يعني يقطعوا مسافه ديال حتى 200 متر راه غادي يرجعوا كنا عارفين بانهم راه غادي يرجعوا لكن ان التكتيك ما كافيش لازم اننا نشيدوا بالعمل والتدريب اللي قادتهم يعني تدريب مكثفه اللي قادتها فاطمه الزهراء قردادي ماشي غير السنه فديال سنوات ديال العمل وديال الاجتهاد وديال المثابره واليوم راه حقق النتيجه اللي كنت كنطمح ليها وكنتمنى ان شاء الله ان تالق في العاب اولمبيه لباريس 2024. اش كتقول على الرساله المغربي اللي كان مساندها في جنوب افريقيا؟ هذاك الصديق ديالنا وكنعرفوا بانه كيواكبنا في جميع يعني الملتقيات والبطولات وانسان اللي اولا ود العاب القوى وكيحب العاب القوى وعنده اصدقاء وحنا كنا اصدقاء هادي زيد من 20 سنه فصراحه هو عبر بواحد الشكل جد عفوي لانه حتى هو ما عرفش انه شنو كان كيدير حتى انه شاف داك الشيء في لي فيديو لان صراحه يعني ذاك المنظر صعيب انك توصفه طبيعه الحال انه صعيب انك رشيد بن جيده من مدينه فاس. نعم هو وكانوا مغاربه اخرون حتى هما كانوا كيشجعوا وكانوا كيوقفوا معنا في يعني كتحس بواحد السند كنا كنحسوا بواحد السند من طرف الجاليه سواء اللي كتعيش في هنغاريا ولا الجاليه اللي جات من عبر اوروبا جات كتفرج بحكم ان حتى بيدابيست انها مدينه سياحيه فجاوا باش يقضيو العطله ديالهم وفي نفس الوقت انه تصادفوا مع بطوله العالم ووقفوا معنا بكل صراحه وما حسيناش باننا حسينا بحال اننا رحنا في بطوله هنا في المغرب. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.